اللغة العربية لها ميزات وخصائص كثيرة، فأصوات اللغة العربية كما قلت يوجد في اللغة العربية 28 حرف، وفقط يوجد ثلاث حروف متحركة، ثلاث حروف متحركة أو حروف ويال vowels. أما اللغة الإنجليزية فتحتوي على 26 حرف، ولهذه 26 حرف 52 صوت، ومن هذه الأصوات أكثر من 20 صوت من هذه الأصوات هو كذلك يعرف بالأصوات المتحركة. الأصوات المتحركة يعني كالفويال vowels يعني. لذلك اللغة الإنجليزية هي فعلا من أصعب اللغات في النطق. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. One of the first things people discover about learning English is that it's difficult to pronounce. Today we're going to take a look at why studying English pronunciation can be so hard. أما اللغة العربية فأصوات اللغة العربية ل 28 حرف تتوزع على مدرج بشكل جدا جدا متوازي ومتساوي ومتناسق ومنسجم تماما على مدرج، وطول هذا المدرج الصوتي 40 سنتيمتر، وهو يمتد من الشفتين إلى الجوف، تخرج الأصوات العربية من الجوف إلى الشفتين على مدرج صوتي هو أطول مدرج صوتي لجميع لغات العالم. أما اللغة الإنجليزية فكما قلت فأصوات اللغة الإنجليزية أو مخارج حروف اللغة الإنجليزية محصورة في مسافة 4 إلى 5 سنتيمتر فقط، ليس كاللغة العربية 40 سنتيمتر من الشفتين إلى الجوف. لذلك اللغة الإنجليزية تعد لغة صعبة جدا جدا في النطق بأصواتها، لأنها يعني لأن أصوات اللغة الإنجليزية متزاحمة ومحصورة في نطاق ضيق جدا ومتكاثرة مجتمعة في مقدمة الفم، لذلك هي صعبة جدا جدا. يعني مثلا إذا أخذنا صوت الأو في اللغة الإنجليزية فيرفض صوت الأو يعني لأكثر من 12 أو 13 طريقة مختلفة، والصوت يعني بين الفرق بين الصوت والصوت الآخر للأو فقط لصوت الأو، يعني يوجد أصوات يعني متشابهة جدا جدا بصوت الأو ولكنها تلفظ بطريقة مختلفة عنه. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. The letter O is the 15th letter in the English alphabet, and it's a vowel letter, okay? And there are lots and lots of ways to pronounce the letter O in English, okay? So, if you want to master pronunciation of this letter and all the different ways to pronounce it, then stick with me. كذلك ل60% من كلمات اللغة الإنجليزية تكتب ولا تلفظ، 60% من كلمات اللغة الإنجليزية تكتب ولا تلفظ، لذلك من الصعب جدا 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 قراءة اللغة الإنجليزية. لا أحد أبدا، حتى الإنجليزي والأمريكي والأسترالي إلى آخره، لا أحد يستطيع قراءة نص في اللغة الإنجليزية لأول مرة بطريقة صحيحة أبدا، لأنه عليه أن يسمع كيف تنطق الكلمة قبل أن يلفظ الكلمة، لأنه لا يدري كيف تنطق هذه الكلمة. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. How annoying are silent letters in English words? What are they even doing there? There are a lot of English words that have silent letters in them. And there are lots of silent letters in English. About 60% of all English words have a silent letter. No wonder pronunciation is so frustrating, right? Should be pronounced salmon, salmon. But some people say salmon,
Salmon, they pronounce the L. You will even hear native speakers doing this. Officially, it should be salmon. And there are lots of words like this with a silent L, an L that's included in the spelling but not included in the pronunciation. Another big one is this word, almond. Almond. You will hear people saying almond or almond. Officially, it should be almond. Now, there are lots of other English words that have a silent letter L in them. Words like salmon, not salmon. Half, not half. Would, talk, walk. All of these words have a silent L in them, which makes them a little bit tricky to pronounce correctly. So what about the letter D? Yep, it can be silent too. Wednesday. Handsome. Sandwich. So I'm not pronouncing the D in sandwich. I'm just pronouncing the consonant N sound before it. Lots of people struggle with the vowel sound in these words. It should be word, world, work. With this vowel sound, I want you to imagine that you are disgusted by something. World, work, word. بينما اللغة العربية يتعلم الطفل الصغير النطق باللغة العربية وبالحروف العربية ويتعلم القراءة وهو صبي صغير، ثم يستطيع قراءة أي نص مكتوب باللغة العربية. أما قضية الإعراب والنحو والقواعد التي وضعوها الآن، هذه ليست لنا، هذه للأعاجم الذين يريدون أن يتعلموا اللغة العربية. أما الصبي الصغير الذي يتعلم الفصحى فهذا يتعلم النطق بجميع الحروف وجميع الكلمات بالصليقة، يعني بالفطرة يتعلمها، يعني بطريقة السمع فقط، فلا يحتاج لأن يتعلم أي قواعد للنطق. الآن هنا في ختام هذه يعني الحلقة، وقد تكلمنا كثيرا عن اللغة العربية وبينا بأن اللغة العربية بالدليل العلمي هي فعلا أقدم لغة في العالم، لأنها تحتوي على 21 مليون كلمة، لا تحتوي جميع لغات الأرض على مثل هذا العدد الكبير من الألفاظ أو الكلمات، المفردات أو المفردات أو المرادفات في اللغة كما تحتوي اللغة العربية عليها. كذلك بينا بأن اللغة العربية تحتوي على أكبر عدد موجود لجميع لغات العالم من الجذور، فاللغة العربية تحتوي على 42 إلى 44 ألف جذر لغوي. كذلك للأصوات في اللغة العربية وظيفة أخرى، يعني وظيفة بيانية ولها قيمة تعبيرية لا توجد في بقية اللغات. مثلا الغين تفيد معنى الاستتار والغيبة والخفاء، كما نلاحظ مثلا في غاب وغار وغاص وغال وغام إلى آخره. هذه كلها موجودة في كتب النحو العربي أو كتب اللغة العربية، منها فقه اللغة العربية للثعالبي، فتستطيعون الرجوع إليها. كذلك يوجد ميزة أخرى للغة العربية لا توجد في بقية اللغات، وهي كما قلت سهولة النطق بالأصوات العربية. والذي يقول بأن اللغة العربية هي لغة صعبة فهذا هو جاهل كبير وعدو، يكون يعني إما شعوبي إما حاقد أو عدو للدين وعدو للعرب. وقبل أن أنهي هذه الحلقة أود أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي سبب انتشار اللهجات العامية الدارجة في يومنا هذا. هذه ليست صدفة، يعني على الجميع أن يعلم هذا، أنه هذه ليست صدفة نحن نتكلم العامية أو الدارجة في جميع أنحاء وطن عربي. من أين جاءت هذه اللهجات العامية؟ الذي فرض بالقوة، بقوة السلاح وبقوة الاستعمار
اللهجات العامية. الدارجة هو المستعمر الأوروبي الخبيث الأشر اللعين، لأنه حاول كثيرا منذ أكثر من 200 سنة، كان هدفه محاربة الفصحى، اللغة العربية الفصحى، لأنها لغة القرآن. وكذلك حاول كثير من المرات إلغاء الحرف العربي واستبداله باللاتيني. هؤلاء المستسرقين والمستعمرين الأوروبيين الخبثاء والمتآمرين على اللغة العربية، لغة القرآن، يعني أنا مالون ومالون اللغة العربية يا عم، اتركونا حلوا عنا أنتم. فكما قلت، هؤلاء المستعمرون الأوروبيون الخبثاء والمتآمرون على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، كانوا قبل الاستعمار أرسلوا كثير من المستسرقين والذين مهدوا الطريق لهم، والذين يحاولون إلى يومنا هذا محاربة اللغة العربية. يعني أنتم مالكم مال اللغة العربية يا عمي، حلوا عنا. نذكر من هؤلاء المستسرقين الخبثاء اللعناء المستسرق أولا الألماني سبيتا في سنة 1880 بدأ بمحاربة اللغة العربية. يا عمو حل عنا، مالك ومال اللغة العربية. كذلك القاضي الإنجليزي اللعين ديلمور الذي عاش في مصر سنة 1902، وكذلك حارب اللغة العربية واللغة الفصحى، وكذلك القس زومير سنة 1906 الذي دعا إلى القضاء على اللغة الفصحى تمهيدا للقضاء على الإسلام. وفي سنة 1926 دعا ويليام ويلكوكس الخبيث اللعين الذي جاء إلى مصر كمهندس راي. الرجل جاء كمهندس، وإذ به فجأة يدعو الناس إلى هجر ترك اللغة الفصحى. يا عم حل عنا، ما لك ومال اللغة العربية الفصحى؟ يعني ما هذا الحقد؟ ما هذا البغض؟ يعني ما هذا الحسد؟ سبحان الله. وإذ به هذا اللعين فجأة يترجم الإنجيل إلى الإنجيل المسيحيين لما سماه باللغة العامية المصرية. أنت جئت كعالم لغة، أنت عالم لسانيات، أما جئت كمهندس رأي؟ كذلك اللعين الأشر ويليام جي فورد الذي قال مرارا وتكرارا عندما يتوارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينها أن نرى العربي يتقبل الثقافة المسيحية العلمانية التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه. لعنة الله عليك، أنت مالك مال النبي محمد؟ أنت اشتغل بلغتك. كذلك الأمر أرنولد توينبي وماسينيون الفرنسي سنة 1929، والمسؤول البريطاني في مصر كرومر. كما يوجد الكثير من هؤلاء الأشرار الذين حاربوا اللغة العربية في المشرق العربي ومصر والمغرب العربي أيضا. لذلك نحن نقول علموا أولادكم الفصحى نكاية بهؤلاء أعداء اللغة العربية وأعداء العلم وأعداء كذلك الأمر الدين. نحن نقول علموا أولادكم الفصحى نكاية بهؤلاء، ولا تعلموهم غير اللغة الفصحى. وكما رأينا بأن اللغة العربية تزيد في الذكاء وتزيد في العقل، كذلك نقول للأهالي علموا أولادكم اللغة الفصحى من الصغر. لا تنسوا، علموا أولادكم اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن الكريم ولغة الأنبياء والرسل ولغة الملائكة، ولا تعلموهم غير اللغة العربية الفصحى وهم صغار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن